اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. وبالمناسبه بعتوا لنا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوه لضيوفي في هذه الفقره، اي سؤال يخص منتخبنا الوطني او النادي الاهلي، وهم كريم سعيد واحمد ثابت يقدروا يجاوبوا لحضراتكم عليه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب وحضرتك؟ طيب ربنا يخليك. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب ربنا يخليك. متابعين كتير بعتين لي عشان اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، فبالنيابه عنهم بهني حضرتك. كل سنه وكل مصر بخير يا رب دايما، وكل المتابعين دايما على دماغنا من فوق يعني. كريم خليني ابدا معاك. ووصول منتخبنا الوطني خلاص رسميا، وصول منتخبنا الوطني كمصنف تصنيف تاني ان شاء الله للمرحله النهائيه في بطوله او تصفيات كاس العالم في مارس القادم، ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص الخمس فرق الاوائل زي ما هم كسبوا، الخمس منتخبات انا اسف كسبوا، وبالتالي مصر ستكون في التصنيف الثاني. طبعا اعتقد يعني كيروش قدر فتره ليه يعمل لنا شكل، يعمل لنا فريم، حتى لو في بعض المباريات بيبقى عندنا بعض التحفظات على بعض الامور، ولكن اعتقد منتخب مصر فعلا دلوقتي فيه شكل يعني نقدر نشوفه. فريق حتى في مباراه انجولا مغلوب 2-0 والوضع يعني صعب شويه، لكن قدرنا نرجع. الامر ده ما كناش بنشوفه قبل كده. في حاجه بتتنفذ اكيد محتاجه وقت. النهارده انا في وجهه نظري بيلعب مباراه تحصيل حاصل، من حقه تماما يعمل اللي هو عايزه. خلاص هو حقق التارجت المطلوب منه وقدر ان هو يوصلنا للدور القادم. كنا نامل ان احنا نكون من المصنفين الخمسه الاوائل، ولكن ده ما حصلش، وخلاص بقى امر واقع ان احنا هنلعب مع احد منتخبات قويه، سنغال، جزائر، تونس، مغرب، نيجيريا. بكل امانه نسبتنا قدام الجزائر والسنغال 40-60 ليهم 40 لينا. نسبتنا ده من بدري كده، ده في وجهه نظري الشخصيه، حتى لو ايه اللي حصل خلال الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم يعني على الورق في الوقت الحالي بالسكواد بتاع الجزائر والسنغال والسكواد بتاع منتخب مصر والاداء بتاع المنتخبين دول واداء منتخبنا، كل امان يعني كل امانه 60-40 ليهم. أوكي. لو لعبنا المغرب في وجهه نظري الشخصيه 55 مغرب 45 مصر، تونس نيجيريا 50-50 أوكي. احنا وهم. فاتمنى لا احنا ما عندناش تفوق في الوقت الحالي، ما اقدرش اقول ان احنا عندنا افضليه، لكن اتمنى ان شاء الله اذا القرعه يعني كانت رحيمه بينا شويه ان احنا نلاعب تونس او نيجيريا. على المستوى الشخصي اتمنى ده. ده تاني حد على فكره يقول لي موضوع تونس ده، يعني كابتن علاء نبيل اعتقد امبارح كان معايا كابتن علاء نبيل وقال لي انا اتمنى ان انا العب تونس وما العبش الاربع منتخبات الاخرى. المنتخب التونسي بيلعب يعني حد ما شبهنا وعندهم نفس الاخطاء ولا تزال الفرص فيه 50-50 برضه. مش يعني ماتش امانه يعني اكيد يا كابتن اسلام احنا برضه يعني منتخبنا مش سيء مش وحش، ولكن احنا بنتكلم ان في حاله من عدم الاتزان. الجزائر والسنغال فعلا الموضوع هيبقى يعني احنا لو واجهنا السنغال او الجزائر وان شاء الله باذن الله باذن الله تفوقنا هي مفاجاه. طبعا بالنسبه لي مفاجاه مش نتيجه طبيعيه، مفاجاه. لاعب المغرب عملنا مباراه قويه، منتخب مغربي قوي جدا، 6 ماتشات دخل فيه هدف واحد واخد ال 18 نقطه كامله. تونس ونيجيريا مباراه بليبل ملعوبه في تنافسيه، ما تقدرش تحسم مين اللي يقدر يحسم. بس الكلام ده اللي انت بتقوله يا كريم دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي الشكل مش هيتغير. لا ليه؟ لسه عندنا شهر 3 كاس عرب، عندنا كاس امم، وبعدين مباريات في شهر 3 برضه. يعني على الاقل انت عندك 6 مباريات رسميه. صح رسميه. انا بتكلم يعني على الاقل، على الاقل يعني لو خرجت من الدور الاول هنا والدور الاول هنا انت عندك ثلاث مباريات هنا وثلاث مباريات هنا، فليه لا؟ ده ممكن الشكل يتغير خالص، يعني ممكن اصلا في كاس الامم منتخبات تغير مدربين، ممكن تخرج من الدور الاول تلاقي منتخب غير مدرب اصلا، فتلاقي فرقه ثانيه بتلعبها. وبعدين انا بشوف ان المباريات بصراحه بتاعت النوك اوت مختلفة خالص عن مرحلة المجموعات، يعني أنا شايف إن منتخب الكونغو مثلا الناس كلها شايفة إن هو أضعف منتخب، يعني طبعا من الأسماء كأسماء موجودة، يعني السنغال، الجزائر، المغرب، نيجيريا، تونس، مصر، الكاميرون، جمهورية الكونغو، غانا، مالي، أقل اسم فيهم الكونغو، بس أنا شايف إن اللي هيلاعب الكونغو هيتعب. ليه؟ لأن هكتور كوبر حريف في مباراة النوك أوت الذهاب والإياب، فهيدافع، والمباريات دي
انت ما تضمنش برضو، ممكن تجيب جون بدري، ممكن مثلا يبقى في ضربه جزاء مثلا ليك بدري، ما تعرفش الحكم ايه، الجمهور برضو لو اعداده كبيره ان شاء الله. يعني اعتقد انا شايف ان منتخب مصر يعني مع كارلوس كيروش له ما له وعليه ما عليه. بس هي الناس النهارده مش عاجبها الاداء. هو الراجل حقق التارجت المطلوب منه. انت جايب مدرب وصلك في الاربع مباريات، اولا هو ما خسرش ولا مباراه، كسب ثلاثه، ده بالارقام، كسب في المباريات كلها، يعني كسب في ثلاث مباريات وتعادل في ماتش وسجل في كل المباريات. ولكن هو عنده نوع من عدم الاستقرار، ده اللي عامل الربكه شويه، نوع من الربكه في التشكيل، كل ماتش شويه بطريقه لعب. يعني احنا في ماتش ليبيا لعب 4-3-3 واشدنا بيه، وطريقه لعب جديده. جه في المباراه اللي هي قدام انجولا بدا الماتش ب 4-3-3، لما ما نجحتش ودخل فينا هدفين حولها ل 4-2-3-1. النهارده رجع تاني بيلعب 4-2-3-1، وفي الشوط الثاني قلبها 4-4-2 بوجود مروان حمدي جنب محمد صلاح، وقفشه لاعب جناح شمال ومصطفى فتحي جناح يمين. ففي نوع من الربكه، الراجل برضو لسه مش مستقر. ده برضو مقبول في البدايه ان الراجل لسه جاي جديد، لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه اول اربع مباريات، فبيحاول يعني جرب الاول 4-2-3-1 و4-3-3 و4-4-2، ففي لسه الشكل مش واضح. حتى برضو العناصر الموجوده كان في الاول بياخد طارق حامد، بعد كده استبعده، حمدي فتحي ما كانش ليه دور قوي، بعدين لما دخلوا الماتش اللي فات نجح، النهارده بدا بيه اساسي، فبدا يعني بدا يقتنع نوعا ما ان حمدي فتحي هو الاساسي بتاعه وجنبه عمرو السولية والنني. يعني ده اعتقد ان كارلوس كيروتش بيحاول يوصل للتوليفه اللي هي المناسبه. يعني لو لعب 4-3-3 في المباراه دي، اعتقد ان الاقرب في تفكيره حاليا حمدي فتحي والسولية والنني. وقدام لسه برضه هيرجع لك، ما تنساش تريزيجيه لعيب مهم جدا جدا، هيفرق معانا. هو ضربه الحقيقه. وعمر مرموش برضه الناحيه دي هتفرق. انا بالنسبه لي الحقيقه تريزيجيه ده قصه هيفرق تانية كتير. هيرجع في كاس الامم، لسه راجع مع استون فيلا، هيرجع لك هيديك قوه ضربه كبيره. فانا شايف بصراحه، لا انا شايف ان اسم مصر كبير جدا. خلي بالك من معلوماتنا برضو ان هو مستني تريزيجيه يلعب بس 5 دقائق في اي مباراه وبيسال عليه على طول. انا شايف ان اسم مصر اللي عايز يصعد ما يخافش من حد، ده مبدئيا. يعني انت بص خلينا نتكلم، بص الكلام ده ماشي ممكن نقوله. اصل انت مش بتلعب يا كابتن اسلام البرازيل، مش بتلعب فرنسا، مش بتلعب المانيا، بس بتلعب منتخب الجزائر او منتخب السنغال او منتخب تونس او منتخب الجزائر برضو منتخب عربي. انا شايف ان برضو منتخب الجزائر منتخب قوي ومنتخب محترم واقوى منتخب في افريقيا، بس انت برضو كتكتيك تقدر تلعبه. ايوه لا انا في الاخر لكن زي ما كريم قال كده في نسب معينه تقدر. انا بتكلم على حاليا احمد لاعب منتخب ما خسرش بقاله 33 ماتش طبعا 33 بس في نفس الوقت الله. انا اقدر العبه، يعني اقدر اعمل معاه جيم ممكن ابقى ناسكه منه، اقدر العب جيم دفاعي وانا عندي السرعات قدام، عندي محمد صلاح وعندي تريزيجيه. انا عندنا اسماء، عندنا احسن لعيب في العالم، وهم عندهم برضه ماشي، بس هل هم عندهم محمد صلاح؟ ما عندهمش محمد صلاح مثلا. رياض محرز ما بيلعبش. ده بنجاح. مين احسن لاعب في افريقيا حاليا واحسن ومن احسن 3 لعيبه في العالم؟ محمد صلاح. صلاح مش بنقلل من نفسنا في نفس الوقت، بس عايزين نبقى واقعيين. انا شايف، لا انا واخد وجهه النظر الثانيه ان احنا لازم متفائل شويه. متفائل كويس جدا. كويس. انا شايف على فكره بحب وجهه النظر دي. بس انا لازم يعني دايما عشان وجهه نظري ان المنتخب شكله مش حلو النهارده، الاداء مش حلو، بس الراجل بيحاول يلاقي التوليفه. ممكن انت في بعض المباريات دي تقفل وتلعب على المرتده وتكسب، مش شرط ان المنتخب اللي قدامك قوي. انا موافق. مش شرط المباريات يعني دي تقول عادي. على فكره هتلاقي 100 مليون موافقين ان احنا يوم في مارس، في 20 مارس ولا في 25 مارس لما المباراه تتلعب والماتش الاولاني كسبت 1-0، او لو في حاجه اسمها ربع صفر يا ريت، وهناك اتعادلت 0-0. هم عندهم يعني. منتخب الجزائر عندهم قوه هجوميه، يعني عندهم يوسف البلايلي، عندهم سفيان فجولي، عندهم عملت ماتش جدا عليهم على منتخب الجزائر. ما ده ابسط مثال. الشوط الثاني تحديدا يعني منتخب بوركينا منتخب محترم برضو، منتخب جاي برضو. متطور. بيتعادل مع، على فكره الماتشين الجزائر ما كسبتهمش، صح، اتعادلوا يعني بقوه منتخب الجزائر بوركينا اتعادلوا. نجح المدرب بتاعهم ان هو، اذا لما بيبقى عندك مدرب كويس وعندك توليفه وعندك اوراق تقدر تعمل اي حاجه. اوكي. بالنسبه للارقام يعني. كارلوس كيروش بقى كريم مع منتخبنا الوطني، لو تقولها لنا وتقول لنا رايك فيها. يعني هو الراجل اعتقد حقق ارقام نقدر نقول ان هي مقبوله جدا في الفتره اللي هو اشتغل فيها. احرق قدام ليبيا، كسب 1-0، بعد كده 3 اهداف ماتش اواي، بعد كده قدر يرجع قدام انجولا من هزيمه
2-0 وكسب الجابون 2-1. وانا مهم جدا جدا في ماتش انجولا بقول ليه دايما رجع، لان احنا يعني منتخب مصر في الاونه الاخيره يا احمد ما عملش كامباك كتير يعني، صح؟ ده دليل ان بيبقى عندك شخصيه. برافو عليك. ولا وكمان اللعيبه ما بتفقدش حماس الامانه في يعني مش الثقه في نفسها. المشكله بتاع الجهاز الفني بتاع الكابتن حسام بدري، تحس اللعيبه يعني انا اسف بيلعبوا بايه شكل موظفين، موظفين احنا اتغلبنا خلاص يلا بقى مش مشكله وانتهى الموضوع. في مباريات نفس المباريات استقبل هدفين قدام انجولا، قدام ليبيا كانت شباك نظيفه في ال180 دقيقه، وقدام الجابون النهارده استقبلنا هدف وحيد. استحواذ قدام ليبيا 65% 53 قدام الجابون، فبالتالي لحد ما مدير فني بيلعب على الاستحواذ ان الكره تفضل في رجلينا. التمريرات يعني بنعمل حوالي 563 تمريره قدام ليبيا، 475 برضه في ماتش الاياب، 389 قدام انجولا، 401 قدام الجابون. طبعا ما اقدرش نقارنه ببيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني دايما ارقامه بتعدي ال 600 وال 700 تمريره في المباراه. ده بيلعب الواحدة بشكل واضح على الاستلام والتسديد. بالظبط. والمحاولات برضه ارقامنا كويسه قدام ليبيا، 14 في اول مباراه 14 محاوله منهم 7 صح، في المره الثانيه 12 محاوله منهم 6 صح. قدام انجولا الرقم قل شويه 5، قدام الجابون النهارده 13 محاوله. يعني الاكس جي بتاع اهداف متوقعه 1.6 قدام ليبيا في اول ماتش، 2.7 قدام ليبيا في ماتش 0، بعد كده قدام انجولا طبعا اكيد الرقم ده قل بقى 0.8 قل شويه. النهارده قدام الجابون اعلى رقم او ثاني اعلى رقم 2.3، والعرضيات 25 قدام ليبيا، 12 قدام ليبيا، 14 قدام انجولا، 15 قدام الجابون. برده اعتقد اداء احمد ممكن نسميه اداء هجومي مقبول، وفتره كيروش مع المنتخب لغايه دلوقتي مقبول. الماتشين الاخر كمان يا كريم الارقام فيهم متراجعه قوي، يعني حتى الماتشين الاخر اللي هم قدام انجولا والجابون يعتبر انت فاقد الاستحواذ. يعني الماتش الاخير النهارده استحواذك 49%. ممكن يعني انجولا اهميته كنت لازم تكسب او يعني تتعادل. بس انت مباراه ليبيا هو احلى ماتش عمله لليبيا بره ملعبنا. ده احلى ماتش كان جميل بصراحه ماتش في الاربع ماتشات، لكن الماتشين الاخر ما كانوش حلوين قوي. حتى محاولاتك قليله، انت في ماتش اللي فات ده عامل 5 محاولات، النهارده عامل 13. صح. مش ده برده اللي احنا لسه مستنينه؟ بس برده ايه، لازم ندعم، ولازم الفتره دي ان الراجل نقف جنبه وندعمه كلنا كمصريين، لان هو لسه في البدايه، لسه بيحاول يلاقي التوليفه المناسبه. والبطولة العربية برضه هتبقى تجربة ليه كويسة، معاك السودان معاك لبنان. وعايز اقول برضه حاجة مهمة، عشان برضه اكيد طبيعة الناس بتقارن ما بين الجهاز الموجود والجهاز اللي امان. لغاية دلوقتي جهاز كيروش ما عملش خطأ فادح. مفيش اخطاء فاتحة نقدر نحاسبه عليه، بنختلف معاه في بعض. بس هو عنيد في اختياراته شوية، عنيد يعني، هو مصمم على اختياره في حاجات معينة كده. يعني مثلا على سبيل المثال اثنين لعيبة في الزمالك، يعني انا شايف ان طارق حامد كان احق مثلا من امام عاشور. نعم. في الانضمام في الفتره دي كارتكال ده الهدف. يعني النهارده مثلا اثبات مثال ان هو بيلعب بال 4 2 احنا اتكلمنا ان هو بيلعب 4 3 3، النهارده بيلعب 4 2 3 1. بص قفشه فين والسوليه وحمدي فتحي، حمدي فتحي والسوليه اثنين ارتكاز وقدامهم قفشه. قفشه لعبها جميله جدا، ضربه راس اسيست ذهبي لاحمد ياسر ريان. فده طيب بنوري لحضراتكم طريقه اللعب، يعني 4 2 3 1. الماتش المباراه اللي فاتت كان بيلعب 4 3 3، فلسه هو عنده حته الايه الربكه دي شويه او الذبذبه، مش مستقر على التشكيل يعني. وبرده بيدي فرص، يعني السوليه حمدي فتحي بيدي القفشه، ما كانش بياخد اول مره اخيرا يديله. احمد ياسر ريان برده بجناح، هو اللي كان عامل النهارده عدم اجاده في التشكيل من وجهه نظري في طريقه اللعب. احمد ياسر ريان ومحمد شريف ومروان حمدي بيلعب بثلاث راسات حربه كتير قوي، كتير يعني ثلاث راسات حربه في التشكيل. مش لازم الجناح يعني محمد شريف بيلعبها في بعض الوقت ولعبها في انبي، بس برده مش قوي يعني، مش جامد قوي فيها في حته الجناح. برده احمد ياسر ريان ما لعبش جناح خالص، مروان حمدي اصلا مش المهاجم اللي هيفتح لك مساحات عشان الناس دي تيجي من تحته، فكان في نوع من عدم التوليفه يعني الجيده. ده دور حمدي فتحي في الهدف، حمدي فتحي احسن لعيب في منتخب مصر في الماتشين الاخر بصراحه. حمدي فتحي دوره في استعادة الكرة التانية مهم جدا في المباراة اللي فاتت اللي قدام أنجولا، نزل غير لك الشكل. الماتش ده برضو بدور مهم جدا في استعادة الكرة التانية، هو اللي قطع الكرة ويلعبها القفشة، لكن احنا حاسبين المسافة قطعها ويلعبها القفشة بشكل ممتاز يعني. طيب ده كان شكل منتخبنا الوطني في مباراة اليوم. يعني كنا عايزين نتكلم كريم برضو عن تعليق الكابتن عصام عبد الفتاح على فيديو ابو جبل. انت كنت عايز تتكلم في هذه النقطه. طبعا نقطه مهمه، احنا كنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على موضوع التحكيم. وانا بس قبل ما تقول اي حاجه، احنا عرفنا النهارده
ما اعرفش هل هي تصريحات صحيحه ولا هي موجوده على اليوم السابع الحقيقه، وبالتالي هي اقرب للصحه يعني. كابتن عصام او حد مصدر في لجنه الحكام اللي احنا يعني بنحاول نعرف تشكيلها ايه، بيقول ان هم خلاص مش هيتكلموا، وان هم خلال الفتره اللي جايه هيشتغلوا على تطوير التحكيم، لان هم معرضين او يعني الناس بتتصيد الاخطاء بالنسبه لهم وكلام من هذا القبيل. وهو بالظبط هو ده الخبر معانا. اللفظ ده مهم جدا احنا نقف عنده. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على تصريحات الكابتن محمد عادل، لا اعتقد محدش اجبره انه يقولها، هو قالها بمحض ارادته، هو اللي لوحده خد قرار ان هو يطلع في الاعلام ويطلع يقول اللي هو عايزه، وطالما ان انت قبلت انك تقول فبالتالي تقبل ان سيتم نقد كلامك سواء بشكل ايجابي او سواء بشكل عليك. سلبي كلامك. انت اللي قلت عليك. تمام. خلال الاسبوع ده ظهر فيديو ليس مسرب، تاني اهو انا دقيق جدا في اللفظ، ظهر فيديو ليس مسرب، ده فيديو تم تصويره من احد زمايلنا المصورين التابعين لاحد المواقع الموجوده في الساحه الاعلاميه في الوقت الحالي، وصور الفيديو من خلف المرمى، خلف مرمى نادي الزمالك في الشوط الثاني في ركله جزاء النادي الاهلي اللي تم احراز منها الهدف الخامس. مصور رسمي معاه اي دي داخل جوه الملعب صور الفيديو لمحادثه ما بين ابو جبل وكابتن محمد عادل واشرف بن شرقي. الصوت اللي طالع واضح في الفيديو صوت ابو جبل وهو بيقول له انا معاك في اي نتيجه انت عايزها قول لي بس. ده صوت واضح ليس فيه اي تلاعب، ليس فيه اي مونتاج، ليس فيه اي ساوند شوب، لو هنقول فيه فوتوشوب وفي ساوند شوب، مفيش ساوند شوب فيه. اشرف بن شرقي انا على المستوى الشخصي وكل امانه فعلا لا استطيع ان احدد هو قال ايه، صوته مش واضح، انا اللي ركزت معاه صوت ابو جبل، وكلام ابو جبل واضح للكابتن محمد عادل ان في اتهام بتوجيه النتيجه. لما لاعب يقول لحكم انا معاك في اي نتيجه انت عايزها، ده واضح جدا اتهام بان انت نازل تعمل نتيجه معينه. فكان على اقل تقدير مفروض الكابتن محمد عادل يحفظ هيبه حكم اللقاء ويديله كارت يتكلم معاه. حد الكابتن محمد عادل ما سمعش اي ده اشك تماما، لان المصور الكاميرا اللي معاه خلف المرمى خلف الشبكه بس بعيد في فجوه الصوت وصل، فاكيد كابتن محمد عادل سمع. طيب اجي بقى للفظ حضرتك قلته، كابتن صلاح فتاح طلع قال في تصريحات نقلها زميلنا هاني حتحوت، وقال كابتن صلاح فتاح قالها له شخصيا، قال له انتوا بتتصيدوا لمحمد عادل وايه يعني لاعب بيكلمه؟ طيب يعني لاعب بيكلمه بيقول كده. هو الفيديو ده كابتن اسلام، الفيديو ده زميلنا المصور او احنا عملناه على ايدنا، يعني احنا فبركناه مثلا، مش دي واقعه حصلت، ده في اسبانيا، في اسبانيا اس جريدة اس عندها تيم في الجريدة متخصص لقراءة الشفايف، وبسبب التيم ده كل لعيبة العالم اتعلموا حركة ايه هي؟ لما يجي يتكلم في الماتش يعمل كده، يحط ايده على بقه. الناس تسأل ليه بيحط ايده على بقه؟ عشان عارفين الصحفيين حتى لو مش سامع الصوت بيبقى فيه تيم متخصص في قراءة الشفايف، وبالتالي عايز توصل ليه يا كريم؟ عايز يعني اوصل ان الكابتن صلاح فتاح المفروض في اي مشاكل من النوعيه دي يطلع يقول يا جماعه ايوه عندنا مشاكل هنحلها بالظبط كده، مش يبدا كل همه ان احنا شايف ان الموضوع شخصي، مفيش شخصنه، ما ان كنت تاني اهو للمره المليون يا جماعه والله بقولها لكم بكل امان عشان الموضوع ده خالص مهما يحصل واتمنى طبعا يحلوا الموضوع، لن ينصلح حال التحكيم في مصر في الوقت الحالي خلاص الا بقرار واحد، وهو قدوم رئيس لجنه حكام اجنبي، هو ده القرار اللي هياخدنا من منطقه لمنطقه وهيخلي الدنيا هاديه وهنتقبل اي شيء. تمام. بس نتمنى ان ده يحصل ونشوفه خلال الفتره اللي جايه، زي ما قلت لحضراتكم احنا كل اللي محتاجينه هو العدل لل 18 فريق خلال الفتره اللي جايه. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف الاهلي عنده فريقين ولا عنده ثلاثه ولا عنده ايه، من خلال احمد ثابت هيقول لنا النهارده النادي الاهلي، وهنتكلم اكتر عن النادي الاهلي مع كريم سعيد واحمد ثابت بعد هذا الفصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد النهارده كنت عايز تتكلم اكتر عن النادي الاهلي وتشكيلات النادي الاهلي اللي في عقل موسيماني. طبعا بيتسو موسيماني من الواضح ان هو كمان في الوديه الاخيره قرر ان هو يلعب الموسم ده الاقرب لينا اللي هي 3 4 3. واضح ان هو مجهز كذا تشكيل النادي الاهلي عنده في اكتر من مكان، يعني في حراسه المرمى مثلا ده التشكيل اللي بدانا بيه مباراه الزمالك، عندنا محمد الشناوي في حراسه المرمى، الثلاثه اللي ورا حمدي فتحي، ايمن اشرف، بدر بنون. هو الباك بيبقى اسمه باك جناح، ظهير جناح، يعني بيتقدم لقدام وبيدافع. علي معلول ناحيه الشمال واكرم توفيق ناحيه اليمين، الاثنين اللي في النص عمرو السوليه وديانج، الاجنحه بتاعتنا بيرسي تاو وقفشه اللي بيخشوا دايما لجوه، وقدام محمد شريف. طب مين اللي هم برضو اللي برضو يعتبروا اساسيين او اللي هم في التشكيله الثانيه برضو في فكر بيتسو موسيماني؟ نبص عليهم. في حراسه المرمى في علي لطفي وفي مصطفى شوبير وفي حمزه علاء، دول برضو حراس كلهم ممتازين. نيجي للدفاع، مين اللي يقدر يلعب مكان حمدي فتحي اللي هو المساك الثالث، لان احنا بنلعب 3 فلات. مين اللي في النص يقدر يلعبها؟ رامي ربيعه، ويقدر يلعبها محمود متولي. رامي ربيعه لعب في المباراه الاخيره وقدم مردود كويس جدا. الاثنين المساكين منية سمنود، منية سمنود اوكي. محمد هاني ناحيه اليمين برضو اللي لعبها مساك يمين، وياسر ابراهيم موجود كمساك ايسر برضو، يقدر ايمن اشرف برضو معاهم. يعني في اكتر من حل قدام بيتسو موسيماني. الحل اللي فاجئني بيه بيتسو موسيماني واللي اعتقد ان هو بيفكر فيه وبرضو حل مهم جدا، هو وجود حسين الشحات في المركز بتاعه اللي كان بيلعب فيه في مصر المقصه اللي هو الظهير الجناح اليمين. حسين الشحات في المكان ده في المباراة دي عمل 3 اسيست وسجل هدف. صحيح المنافس مش قوي، بس انت في المباريات الودية ممكن بتجرب بعض الحاجات اللي المدرب يستفيد منها، زي وجود حسين الشحات في المكان ده ممكن يكون افيد من اكرم قدام الفرق الضعيفة، اللي هي مش الضعيفة اللي هي بتقفل، فانت محتاج واحد هجومي اكتر، محتاج ان انت ترمي له الكورة وهو يعمل العرضيات كتير. فحسين الشحات مميز في الحتة دي قوي. اكرم هيبقى مميز في المباريات القوية اللي هي قدام الفرق اللي هي زي المباريات الافريقية تحديدا، لان اكرم مميز على المستوى البدني. الناحية التانية كريم فؤاد قدم مباراة هايلة. كريم فؤاد باك يمين ماشي، باك شمال ماشي، جناح ماشي، بيلعب وسط ملعب، لعيب هايل، مكسب كبير، وبصراحة يستحق برضه فرصة، اعتقد ان هو هياخد الفرصة في الفترة الجاية. الاثنين الارتكاز عمار حمدي واحمد عبد القادر، ده برضو مع السوليه ومع ديانج. الاجنحه بتاعتنا طاهر محمد طاهر، لويس ميكوسوني، مع بيرسي تاو، مع قفشه، مع كهربا، مع صلاح محسن، كل دي اجنحه في الموجوده. قدام حسام حسن وصلاح محسن بيلعب مع محمد شريف. اذا الفكره بتاعت بيتسو موسيماني انت معاك سكواد اقوى سكواد في افريقيا حاليا، سكواد النادي الاهلي، يعني اقوى سكواد في افريقيا، معاك بدلاء في كل مكان. ما نقدرش بقى نقول، وفي محمود وحيد على فكره برضو باك ليفت ما ننساهوش، يعني ده في لعيبه كمان، يعني بسم الله ما شاء الله السكواد قوي جدا جدا جدا. في كهربا، وفي كهربا، في صلاح محسن قدام، محمد محمود برضو، في محمد فخري، يعني في سكواد قوي جدا، يعني سكواد بسم الله ما شاء الله رائع. برضو الفكره ان هو وجود المساك الثالث بيتسو موسيماني اللي فكر فيها، اعتقد ان هو بسبب وجود بعض المشاكل الدفاعيه في الموسم اللي فات بدأ يفكر التفكير ده، يعتمد على الأطراف بشكل كبير جدا، ولكن بشوف إن الطريقة دي برضو أعتقد إن اللي بيدور في عقل موسيماني حاليا، طب أنا قدام الفرق الضعيفة اللي هي مش الضعيفة بمعنى ضعيفة، الفرق اللي هي بتقفل قدامي، يعني. بتقفل قدامي، بتلعب دفاع منطقة طول الماتش، هل ألعب ب 3 4 3؟ طريقة هيكتور كوبر عشان الناس فاكرة طريقة هيكتور كوبر. هيكتور كوبر، هل ألعب ب 3 4 3 ولا ألعب ب 4 2 3 1؟ إيه اللي هيبقى أفيد لي؟ يعني ده السؤال. هو في إيديه. في ايدي الاثنين. حمدي فتحي هيقوم جاي زي حمدي فتحي قدام، هيطلع لاعب من وسط الملعب ده ما بين الشوطين مثلا، صح، ويلاعب حد مهاجم، فهتبقى الطريقه اتقلبت من 3 4 3 ل 4 2 3 1. تعال نشوف في المباراه الوديه ايه ابرز المكاسب، مين اللي معاه الكوره؟ ده رامي ربيعه اللي معاه الكوره اهو. بص التمرير الطولي المميز بتاع رامي ربيعه هو اللي بدا الهدف، وتحرك حسين الشحات المميز. حسين الشحات قدام الفرقه دي لما بيتحرك في الجبهه دي اعتقد ان هو يصنع الفارق. صحيح المنافس، هكررها تاني، المنافس مش قوي، ولكن انت في التجارب دي بتستفيد من بعض النقاط. حسام حسن لازم نديله حقه، مهاجم قناص، مهاجم داخل الصندوق، سترايكر زي ما قال الكتاب، هداف، بيتحرك كويس جدا، قوي جدا بدنيا، هيفيدك في المباريات الافريقيه. نجيب برده الهدف الثاني، نتكلم على كريم فؤاد برضو نديله حقه لانه لعيب مميز جدا. بص الاوفر بتاع كريم فؤاد، الشوط الثاني راح ناحيه اليمين، الشوط الاول كان ناحيه الشمال، الشوط ده بص الاول على حسام حسن ولعبها لحسام حسن، طبعا بسم الله ما شاء الله قوي جدا في الالتحامات والهيدر بتاعه كويس. هو نوعيه مختلفه، بتديك نوعيه مختلفه عن محمد شريف. محمد شريف على الارض هيفتح مساحات، هيتحرك،
بشكل كويس مهاجم وهمي، لكن حسام حسن مهاجم نموذج. كمان بيني وبينك التوجيه بتاعه ضربه الراس مميز جدا في ضربات الراس وفي الالتحامات الهوائيه، والاوفر بتاع كريم فؤاد اوفر عالمي. كمل كريم. تمام طيب. احنا المفروض كابتن ان شاء الله يوم الجمعه عندنا لقاء نادي عندنا الفكره اللي في دماغ بيتسو موسيماني او الافكار، بلاش فكره واحده عشان يبقى الافكار اللي هيتكلم او اللي هيفكر فيها بيتسو موسيماني خلال الفتره القادمه. احنا عندنا ان شاء الله يوم الجمعه ماتش المقاولين، وعندنا يوم الاثنين ماتش غزل المحله في المحله في الاستاد، لحد ما بقى فعلا يعني في صعوبه صعب علينا شويه في لعب المباريات عليه، وحد السنه اللي فاتت نفتكر المباراه فعلا كان فيها مشاكل فنيه كتير. طيب احنا ايه مشكلتنا في المباريات دي؟ مشكلتنا في المباريات دي ان الفرق اللي قدامنا زي ما قال احمد دايما بتلعب بطريقه واحده وهي زون ديفنس، ايا كان الفورميشن اللي بيلعبوا، لكن معظم الفرق السنه دي واضح ان هي بتلعب بالاربعه على الورق. هنشيل واحد اسف اربعه اثنين ثلاثه واحد، وضعا في الاعتبار ان احد الاثنين دول في خط الوسط بيرجع لمركز المساك الثالث، وتتحول الطريقه في حاله هجوم النادي الاهلي لما يشبه الخمسه اثنين اثنين واحد، وبالتالي بنلاقي في زحمه في نص ملعب المنافس وبيسيبوا لنا خالص تماما نص ملعبنا نعمل فيه اللي كل المسافه دي احنا بنطلع بالهجمه زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. طيب بنيجي هنا في الحته دي يبقى عندنا الازمه في الاختراق. انا اعتقد مع الشرح اللي قاله احمد مباراه مينية سمنود واللي احنا شفناه السنه دي، واضح جدا بيتسو موسيماني لقى الحل بتاعه في الثلاثه اربعه ثلاثه، لان هي فعلا الطريقه اللي بتكسر الجمود في طريقه خمسه او طريقه اربعه. ليه؟ لان الفريق المنافس بيبقى عنده ازمه في المراقبه. النهارده 3 4 3 ما بتعتمدش خالص على الكرات العرضيه، احنا بنلعبش كروسات. حتى بيتسو موسيماني اكد المعلومه دي في ردا على سؤال احد الزملاء الصحفيين في مباراه البنك الاهلي، بيقول له اللعيبه كانت بتعمل كرات عرضيه كتيره الشوط الاول، قال له ما بتعرفش كده، اللعيبه كانت مضطره تعمل كده بسبب ان هم جم اتزنقوا. فبالتالي واضح ان بيتسو موسيماني لقى الحل بتاعه في 3 4 3. طيب احنا منتظرين ايه في مباراه المقاولين وبعديها خصوصا ماتش المحله؟ اعتقد يعني ماتش المحله كمان اصعب من مباراه المقاولين، مش عشان خاطر السكواد طبعا. كابتن محمد عوده الامانه عامل فرقه محترمه جدا السنه دي، الفريق غزل المحله بيحتل المركز الثالث، كسب امبي في المباراه الاخيره 3-0، وقبليها كسب ايسترن كومباني 3-2، ومتعادلين مع النادي المصري 1-1 في الاسبوع الاول، فبالتالي 7 نقاط بيحتلوا المركز الثالث، فرقه واضح انها كويسه. نضيف عليها كمان الملعب سيء، ملعب غزل المحله من الملاعب، ذكريات الملعب المحله دايما بالنسبه للاهلاويه مش كويسه، واحداثياته غريبه يعني بصراحه احداثيات الملعب اعتقد محتاجه تتعدل شويه يعني. فانا اشوف ان احنا فعلا محتاجين نعمل نفس اللي عملناه مع نادي الزمالك وعملناه مع نادي الاسماعيلي، ما تسيبش اللي قدامك يشم نفسه. نادي الزمالك سيبنا له الكوره اول 5 دقائق نشوه البدايات وبتاع، وبعد اول 5 دقائق شكرا 3 اهداف في اقل من 10 دقائق لغايه الدقيقه 25 صدمه، انت بتعمل له شوك زي ما شفنا نادي الاسماعيلي شوك صح. او تجبره ان يلعب زي كابتن خالد جلال في ماتش البنك الاهلي، ما تهاجمش 45 دقيقه قدامنا الشوط الاول هجمه واحده بس للبنك الاهلي، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نشوف نفس التكتيك بيتلعب، نفس الضغط، نفس فتح المساحات، نبعد تماما عن الكرات العرضيه، نحاول على قد ما نقدر نلعب على المساحه والاختراقات اللي احنا بنخترقها ما بين الفول باك وما بين الاثنين مساكين. وفي نهايه كلامي اتمنى على المستوى الشخصي يوم الاثنين الجاي نعمل سكور في غزل المحل. نفسي بصراحه. عندي سؤال برضو تكمله. عندي سؤال تكمله لكلام كريم. طب احنا قدام الفرق، اعتقد ان السؤال ده برضو بيدور في عقل بيتسو موسيماني، انا قدام الفرق اللي هي المقاولين المقاولين اكيد كابتن عماد النحاس انا كنت حاضر مباراه الاهلي والمقاولين الدور الثاني اللي فات، لعب دفاع منطقه قفل المساحات، هل انا لما العب 3 4 3 هتنفع قدام الفرق دي ولا انا خسران واحد ورا
ارجع لطريقتي قدام الفرقه دي الاربعه 2 3 1. كابتن اسلام رد عليك قال لك انا اول ببساطه ما هلاقي اللي قدامي عايز اطلع ازق حمدي فتحي. حمدي فتحي قدام زي ما عمل مع ربيعه قدام منيه سمنود. ربيعه انت شفت ربيعه كان بيلعب ازاي؟ كان بيلعب كارتكاز اساسا. بيلعب كارتكاز ثالث. هيبقى فيها ثلاثه ارتكاز ولكن اقدر اشوف كده مثلا في اول ربع ساعه ثلث ساعه لو الثلاثه ارتكاز هقوم جاي شايل حد ومنزل الرابع وحتى لو بعد ثلث ساعه مانويل جوزيه كان لما بيجي يعمل حاجه وخلاص هي عايز يلعب بالطريقه دي ممكن بعد ثلث ساعه يقوم جاي مغير. صحيح. طالما الطريقه مش ماشيه مثلا او فيها الدنيا ما قافله من كذا حته او حاجه بس مش هتضيع شوط. لا مش هتضيع شوط ليه؟ وانت ممكن تكسب بالطريقه دي او ممكن تلعب بالطريقه دي. انت عارف يا اسلام الماتش المحل فعلا ايه مشكلتنا الوحيده فيه؟ ان الطريقه دي بتحتاج لعب كره على الارض كتير والملعب العشب بتاعه مش متوازي يعني مش متوازي تلاقي حتت عاليه وحتت واطيه فمساله التمرير لحد ما فيها ازمه وهنا ممكن اعتقد ربما برضه يبقى عندنا الحل التاني الحمد لله ان احنا معانا سكواد كويسه ان احنا ممكن في شوط تاني. لسه كنت هقول لك اصل انت عندك يعني عندك حلول يعني انت ممكن دلوقتي بتتكلم في كده صح ممكن تلاقيه بيفكر ان هو الثلاث ماتشات اللي جايه هيلعب 4 2 3 4 4 2 4 2 3 1 زي ما كنا محتارين قبل مباراه الزمالك. وكلم انت نفسك احنا قلنا في كذا خط لا وكمان ملعب غزل المحلة اذا الشوط الاول احنا فعلا لقينا ان في ازمه في مساله التمرير ومساله الاستحواذ يبقى انا الشوط الثاني اوفر الوقت والجهد على نفسي واحط اثنين رؤوس حربه في داخل منطقه الجزاء والعب على الكرات العرضيه لان هي دي الازمه في ملعب غزل المحلة. يعني انا في وجهه نظري فعلا يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله ماتش المقاولين برضه زي ما احمد شرح بيبقى في المتناول شويه المشكله. لا مفيش ماتشات في المتناول صدقني السنه دي. انا اتفرجت على ماتشات كتيره جدا للمباريات. صح مفيش فريق ضعيف عفوا مباريات كتيره جدا ليها لا الفرق اصبح يعني عارف انت حتى لما بتيجي تتفرج على المباراه في التلفزيون بتبقى مبسوط. صح مش كل الماتشات طبعا لكن على الاقل 70% من الماتشات وده ما كانش بيحصل في الاول. انت كنا بنتفرج على مباراه الاهلي وشكرا او يعني مباراه كمان جنبها ولا حاجه وخلاص لكن دلوقتي انت بتتفرج على يعني ماتش المحله وامبي كان ماتش حلو. نعم ماتش الاتحاد وسموحه في اول الدوري استرن كامباني ماتشاتها حلوه جدا. ماتشات استرن كامباني على الرغم ان هم مشوا علاء نوح لكن كان عامل مباريات جيده وبالتالي لا عايز تشوف فيوتشر عايز تشوف بقيه الفرق اللي موجوده وبالتالي لا الماتشات كلها حلوه وده يخلينا نروح للتشكيل المتوقع للمقاولين العرب. التشكيل المتوقع للمقاولين طبعا هو كابتن عماد النحاس هيلعب 4 3 3 يعني نمسح بقى 4 3 3 طبعا الاقرب لو انت عايز حاجه من الفيديوهات دي. طيب لا لا هنستعرض بقى تشكيل المقاولين المتوقع. اوكي تمام. اول حاجه في حراسه المرمى محمود ابو السعود الاقرب محمود ابو السعود باسم علي باك رايت فاروق كابوري المساك ناحيه اليمين محمد سمير المساك ناحيه الشمال بعد كده اسامه الرمضاني ده باك شمال جاي من شبيبه القيروان التونسي هو تونسي هيلعب مكان حسن الشامل اللي اخذ كارت احمر في المباراه الاخيره. الثلاثه الارتكاز احمد مجدي وعبد الله ياسين وجبنه ثلاثه الارتكاز بتوع المقاولين العرب. لويس نستروزا ناحيه اليمين محمد حمدي زكي قدام وجون اوكولي اللي هو المهاجم النيجيري او عمر بسام. طبعا طريق فكر كابتن عماد النحاس اكيد يعني 4 3 3 هيقرب المساحات في منطقته هيلعب دفاع منطقه ويحاول يعتمد على سرعات لويس نستروزا في ظهر معلول هنا لازم ومحمد حمدي زكي طبعا بس محمد حمدي زكي بيخش للعمق اكتر يعني بيخش لجوه. لويس نستروزا بيلعب على الطرف في ظهر في المساحات اللي ورا علي معلول لازم ايمن اشرف هنا يرحل شويه مع حمدي فتحي لما يسقط لو لعبنا بالثلاثه ورا لازم ايمن اشرف يكون واخد تعليمات بالترحيل عشان المساحات اللي هيحاول هو اكيد هيلعب هو ده اللي بيتكلم فيه هو ده الطريقه اللي بيتكلم فيه عشان كده انا بشوف ان الانسب ان هو يلعب بثلاثه ثلاثه ورا يعني عشان هم ثلاث اربع كرات ممكن صح في الماتش كله بس هم ممكن يخشوا فيه جونين مثلا منهم لا قدر الله ولا حاجه وبالتالي انت لما تلعب ثلاثه وتامن واحد يمين واحد شمال واحد في النص لا بتبقى حتى لو على خط واحد بتديك حمايه للعمق الدفاعي عالجت مشكله العمق الدفاعي اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. نعم بالظبط دي فلويسن استروزا بيتحرك في المساحات اللي ورا علي معلول ومحمد حمدي زكي هنا وهنا المهاجم النيجيري مهاجم كويس وقوي بدنيا برضو هم انا شايف ان هم عندهم مشاكل دفاعيه واضحه جدا في قلبين الدفاع فاروق كابوري كورته على الارض وحشه جدا سهل ان انت تضحك عليه. محمد شريف في مباراه الدور الثاني اللي فات عرف يضحك عليه ويسرقه في الهدف الثاني. برضو اللي جنبه محمد سمير طبعا لعيب خبره وكل حاجه ولكن اعتقد برضو ان هم الاثنين عندهم مشاكل في التمركز.
باسم علي يعني يعتبر طبعا ظهير ايمن مميز، اسامه رمضان احنا لسه ما شفناهوش، ما نعرفش برده مستواه عامل ايه، ولكن انا شايف ان مشاكل المقاولين في العمق الدفاعي، وان انت تقدر تخترق من العمق الدفاعي والكرات العرضيه، اعتقد ان هي هتبقى سلاح مهم، والهدف المبكر في المباريات الجايه للاهلي هيريحنا كتير. هو ده انا وجهه نظري ان هو ده المفتاح، المفتاح للمباريات القادمه تحديدا هو الهدف المبكر. يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نحاول نيجي يوم الاحد برضو عشان نشرح ايه اللي حصل، سواء يوم الجمعه او اللي هيحصل يوم الاثنين في مباراه المحله اللي كريم قلقان منها. احنا كلنا قلقانين من كل المباريات القادمه، هو ده طبعنا دايما ان احنا نفضل دايما قلقانين. عموما انا بشكركم دايما على تواجدكم معانا وعلى الشرح الكافي الوافي اللي انتم بتعملوه. شكرا يا كابتن اسلام، وكل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين. انا بشكر، شكرا يا كريم، شكرا يا احمد، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله هكون مع حضراتكم بكره على الهواء مباشره. ما تنسوش انا كل يوم بقول لحضراتكم ان احنا دايما بنطلع الساعه 12 بالليل بعد انتهاء برنامج الاهلي ينتخب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله.